الحمد لله القائل: والذين آمنوا أشد حبا لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في الحديث القدسي: وحقت محبتي للذين يتبادلون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. فبادروا يا عباد الله إلى محبة الله، فتبادلوا وتناصروا من أجله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، سأله رجل: متى الساعة؟ فقال له: ما أعددت لها؟ قال الرجل: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي: أنت مع من أحببت؟ قال أنس راوي الحديث: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا قول أنس. أما أنا فأقول كما قال أنس، وأشهدكم على قولي: إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل أعمالهم وإن قصرت قامتي عن قامتهم. فاللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى، وصل اللهم على آله الطاهرين وعلى أصحابه الذين نصروا الدين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها المؤمنون، أحب الله ورسوله، وأحب الإسلام والقرآن، وأحب شعبنا الذي آمن بالله ورسوله، وأحب الصالحين. يا مسلمون، أحب الله لذاته، فهو أهل لأن يحب، وأحب الله لنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأحب الله ربكم فحبه أكبر من كل شيء. يا مؤمنون، أحب رسولكم صلى الله عليه وسلم لأنه نبي الرحمة ورسول العدل وقامع الظلم والطغيان. يا عباد الله، أحب نبيكم صلى الله عليه وسلم لأنكم به سرتم خير أمة، ولأنكم به ملكتم زمام قافلة الأمم، ولأنكم بغير حبه أصبحتم كما هو حالكم اليوم أضحوكة لحثالات الأمم، يتخذونكم مطية لتكونوا لهم تبعا وعبيدا. فأحبوا رسولكم بأخذ ما جاءكم به. الله يقول لكم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المسلمون، أحبوا الله ورسوله فاستسلموا لأمرهما، وانتهوا عما ينهيان عنه. فحبكم لله ورسوله يعني أن تخضعوا لشرع الله،
وأن تتبعوا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. روي أن المسلمين قالوا: يا رسول الله، والله إنا لنحب ربنا. فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأعطوا قلوبكم يا عباد الله حظها المشروع من هذا الحب الذي هو عبادة، تتقربون بها إلى الله وتجددون بها البيعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اتخذوا حب الله ورسوله حياة تعيشونها ومنهجا تتبعونه وسلوكا تتخذونه كي تكونوا في الناس سادة وللأمم قادة. فما ملك المسلمون الدنيا قبلكم إلا بحبهم لله ورسوله، فأحبهم الله وأيدهم الله ونصرهم الله، فكانوا كما أخبر الله بقوله يحبهم ويحبونه. فهلا وصلنا إلى هذه المرتبة من الحب مع الله ورسوله؟ فيا مؤمنون، قدموا حب الله ورسوله على حب ما سواهما، واقتدوا بالصحابة حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: امض بنا يا رسول الله، امض بنا يا رسول الله، امض بنا يا رسول الله حيث أمرك الله. فهل مضينا يا مسلمون مع رسولنا حيث أمرنا الله كما فعل الصحابة؟ فهذا هو الحب لله ولرسوله. استمعوا للصحابة أيضا وهم يعبرون تعبيرا عمليا عن حبهم لله وللرسول، حيث يقولون: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وهذا الحب لله وللرسول هو الذي جعلهم يملكون كنوز كسرى وقيصر، لأنهم أدوا ما فرض الله عليهم واتبعوا ولم يتبعوا، وأخلصوا القول والعمل لربهم من غير رياء ولا سمعة، ولم يستحلوا ما حرم الله، ولم يسخطوا على أقداره وقضائه. فمتى نجدد همتنا ونيتنا بحبنا لله وللرسول؟ يا عباد الله، لا تقدموا حب زوجاتكم وحب أولادكم وحب أموالكم على أوامر الله ونواهيه لكم. فمن قطع أمه وإخوانه وأخواته وأقرباءه طاعة لزوجته، ومن جمع الأموال من حلالها وحرامها ليرضي زوجته وأولاده، ومن قاده حب أولاده إلى الخوف والجبن والتقاعس عن أداء واجب الدعوة إلى الله تعالى، أو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو شغلوه عن طاعة ربه، فهذا ليس محباً لله ولرسوله، وهو المسلم الكريم. وفي مثله قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإلى شيك فلا انتقش. يا مسلمون، تعلموا من الصحابة حب الله ورسوله. هذا بلال يعذب في بطحاء مكة في عز الظهيرة فيقول: أحد 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 أحد، يكررها مرارا ثباتا على الحق وحبا لله ولرسوله. وهذا سلمان
يقطع المسافات الكبيرة ولا يباني بما يصيبه من نصب وتعب، ليرى الرسول ويتبعه حبا لله ولرسوله. وهذا خبيث بن عدي يساومه المشركون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مصلوبا أمامهم ليقتل مكانه، فلا يقبل حبا لله وللرسول. والسيرة زاخرة بحب الصحابة لربهم ولرسولهم صلى الله عليه وسلم وتقديم حبهما على كل شيء. أيها المؤمنون، ولقد سطر أهلنا في غزة دروسا في حب الله وحب رسوله، فمنذ ما يقارب السنة وهم يعيشون المحنة والبلاء، فيحتسبون ما يصيبهم حبا لله ولرسوله. أبصارهم ترتفع إلى السماء وربها ولا تلتفت إلى الأرض وإلى من خذلهم عليها، كل ذلك حبا لله ورسوله. بل يحتسبون جوعهم وظمأهم وما ينزل بهم من الضر والأذى حبا لله ولرسوله. فلله در المحبين لله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها المسلمون، أحبوا دينكم وجددوا عودتكم إليه، فالعالم كله يحاربكم بشتى الوسائل والسبل لإخراجكم منه، فأحبوا دينكم فخذوه جملة وتفصيلا، ولا تقيموا محبتكم للناس على حساب دينكم، فعلى إقامة الدين تكون المحبة، وعلى ولائكم للمؤمنين وبراءتكم من الكافرين يبنى الحب. فلا تضيعوا دينكم ولا تفرقوا في عقيدتكم بحجة الحب للناس أو الخشية من بغضهم لكم، فأنتم تتلون كل يوم في القرآن الكريم قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذا هو الحب الحقيقي الذي شرعه الله ودعاكم إليه. أيها المرابطون، وأحبوا شعبكم الذي يؤمن بالله ورسوله، فالخاسر من خسر حب المؤمنين المصابرين. فأعطوا من آمن بالله ورسوله حق الحب، فوالوهم وكونوا معهم حيث كانوا. فالمحب لا يفارق حبيبه، فألقوا التباطؤ من قلوبكم لبعضكم البعض بسبب الدنيا وعرضها الزائل، فما تتباغضون لأجله لا يساوي جناح بعوضة. فما أحقر وأكفه ما يكره بعضكم بعضا لأجله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. فمن منا ارتقى إلى هذه المرتبة من الحب حتى يكون كاملا في إيمانه؟ فاستكملوا إيمانكم، فأحبوا في الله وأبغضوا في الله، وزنوا علاقاتكم مع غيركم بميزان الشرع، فهذا الحب هو أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فيا عباد الله، أحبوا المسلمين فلا تعتدوا على دمائهم،
ولا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على حرماتهم ولا تخذلوهم، قدموا لهم كل خير تقدرون عليه وجنبوهم كل شر تستطيعون صرفه عنهم، فهذا كله من علامات حبكم للمسلمين ومن مظاهر إيمانكم وحبكم لله وللرسول. فاقرعوا اقرعوا أبواب الجنة بهذا الحب الشامل، واربطوا بين إيمانكم بالله وبين حبكم له سبحانه وحب المؤمنين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حب رسولك، اللهم ارزقنا حب دينك، اللهم ارزقنا حب كتابك، اللهم ارزقنا حب المؤمنين الصالحين، اللهم ارزقنا رضوانك، اللهم ارزقنا مرافقة رسولك في جنات النعيم. عباد الله، ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء
فلم يضروكم بشيء، فانشروا حب الله وحب رسولنا صلى الله عليه وسلم في حياتكم، فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واقتدوا بهديه وسنته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فبهذا الحب يرفع الله عنكم نار المفسدين، ويرد عنكم كيد الظالمين، ولا يبتليكم بالخوف والجوع. فهلموا يا عباد الله إلى ربكم فأحبوه، وسارعوا يا مسلمون إلى رسولكم فعظموه واقتلوه، ولا تخرجوا يا مرابطون من ظلال مسجدكم الأقصى ففي ظلاله المباركة. الحب، كل الحب بطاعة الله والرباط فيه، فحبكم لله ولرسوله وحبكم لدينكم وحبكم لأوصاكم هو رأس مالكم الذي تتاجرون به مع الله تجارة لم تبور. واعلموا رحمكم الله أن تفريج همومكم وكشف كرباتكم طريقه الذي لا طريق غيره هو حب الله ورسوله وصالح المؤمنين. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. وجاء في الحديث الشريف الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاللهم إنا نستبشر برحمتك ومغفرتك وجنتك، فارزقنا رحمتك ومغفرتك وجنات النعيم. اللهم إنا نحب رسولك صلى الله عليه وسلم، فألحقنا به في الجنة. اللهم إنا نحب الصحابة والصالحين من المؤمنين، فارزقنا صحبتهم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نحب كتابك، فاجعلنا من أهله وخاصته. اللهم إنا نحب دينك، فاكتبنا من أتباعه المخلصين المخلصين والعاملين له إلى يوم الدين. اللهم إنا نحب المسجد الأقصى، فارزقنا رب العالمين الرباط والصراط فيه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نحب زوجاتنا وأولادنا وبناتنا وأهلنا وأهلنا، فألحقهم بها في مظهر صدق في جنات عدن ونعيم مقيم. اللهم ارزقهم بنا لك ولرسولك ولكتابك ولدينك، ارفع عن شعبنا وعلاقنا في غزة بلاء الخوف والجوع. اللهم تقبل الشهداء وأطلق سراب الأسرى، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، واكتب الشفاء العاجل للجرحى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين، وانصر عبادك المستضعفين، واغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وللمسلمين